السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في نهار جديد، إن شاء الله يكون وصفة جديدة تنال الإعجاب ديالكم. عبارة على تارت فريز أو تحلية باردة بدون فرن، جد سهلة، سهلة التطبيق والتحضير. كما راكم تشوفوا معايا الشكل ديالها جد رائع، وكتجي جد لذيذة، بثلاثة تاع الطبقات، وخصوصا وقت اليوم وقت الفريز او الفراوله. قلت نقدم لكم ها الطارطه او الكيكه، كتجي جد رائعه في المذاق، وحتى المقادير جد مناسبه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه، تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخر، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم مره اخرى. على بركه الله غادي نبداو المقادير. كما راكم تشوفوا معايا يعني هاد الكيكه بدون فرن بدون اي حاجه، يعني سهله التطبيق. هنايا عندي هاد الكاطو، مهم يكون ما كان الكاطو تستعملوه يكون عندكم موجود في الدار، بدون شوكولا صاي يكون طبيعي. وهنايا لا كريم فريش درت 3 د المعالق، تقدروا تعوضوها بالزبده. وهنا الشوكولاته السوداء انا درتها بدون سكر، تقدروا تستعملوا اي وحده. وهنايا الفريز، وهنايا عندي الكريم باتيسيير اللي غادي نديروا به الطبقات. المهم غادي نمشي مرحله من بعد مرحله باش نصاوبوا الكيكه ديالنا. غادي ناخد هاد الكاطو، كما قلت لكم خصو يكون طبيعي ما فيه لا شيكولا لا والو. غادي نطحنو، ومن بعد غادي ندير هاد الخلطه تاع الشيكولا لي باش غادي نجمع داك الكاطو باش غادي تعطينا واحد العجينه. هنايا غادي ندوب هاد لا كريم فريش، تقدروا تستعملوا الزبده ما كانش لا كريم فريش. هنا ولات كي ليكيد يعني سائله، غادي نضيف لها الشوكولات السوداء حتى تعطيني واحد الخليط متجانس، باش غادي نجمعو يكون سائل باش نجمعو داك الكاطو اللي طحناه. ها هي هنايا كي ولا شكلها. دوكا غادي نمر باش غادي نجمع داك الكاطو اللي طحنتو في الروبو، غادي نجمعو مزيان حتى يعطينا واحد العجينه متماسكه نقدرو نشكلو بها اللي بغينا. تقدروا تستعملوا اي مول عندكم، كاري ولا دائري لكم الاختيار. غادي نستمر في تخليط الخليط اللي عندي هذا الشكل بحال هذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، حتى نحصل على عجينه متماسكه. مو انا غيرت المول درته هذا الدائري من الاحسن. غادي نسرح هذا العجينه تاع الكاطو اللي جمعتها، غادي نسرحها مزيان تكون قاده. هيا من بعد ما سرحتها، انا عندي هنا الفريز مغسول مقطع، غادي نسرحو كاع في الجوانب تاع المول. بشكل دائري ومتوازن، يعني ندورو كاع المول ديالنا. دروك غادي نمرو نصاوبو الطبقة الثانية اللي غادي تجي من بعد الطبقة الأولى تاع الشكلاط. أنا درت هنايا تقريبا لتر تاع الحليب، وغادي نضيفلو هنايا درت لاكخيم فخيش لاكخيم باتيسيير، درت جوج المعالق، وغادي نزيد حتى واحد جوج معالق تاع مع التحريك دائما، وغادي نزيد حتى واحد المعلقة تاع النشا باش تجيني ديك الطبقة الثانية يعني متماسكه مزيان. غادي نستمر في التخليط ولا التحريك، نزيد شويه السكر، هزت لك هزت النشا، تقدروا تستعملوا النشا، وانا زدت لا كريم باتيسيير لقاش تعطيك واحد النكهه دائره زوينه بزاف وسط الكيك، كتجي بنينه في وسطو ديك ريحه الفاني.
غادي نستمر في التحريك حتى نحصلوا على عجينة على خليط متجانس وعقد حتى يعقدنا عاد نريضو. ها هو من بعد ما عقد الخليط عادي نمر فوق الطبقة الثانية كما راكم تشوفوا معايا هنايا. يعني نوزعوه بشكل دائري متوازي باش تجينا الكيكه متوازنه. دوك غادي نمروا للطبقه الثالثه. انا درت هنايا فريز مع شويه السكر سنيده وغادي نضيف له واحد نصف كاس تاع الماء، الماء عادي تاع الروبيني كما كتشوفوا هنايا نصف كاس، وغادي نطحنوا. من بعد ما طحنتو كما كتشوفوا معايا هنا غادي نخليه يطيب يطيب مزيان فوق النار حتى يعطيني واحد واحد الخليط متجانس وعاقد، يولي داك الخليط عاقد يعني من هزو كي يولي عاقد كما كتشوفوا. غادي نخليه حتى يشرب كاع داك الماء بحال الماء ما يبقاش فيه، ومن بعد غادي نديرو فوق الطبقة الثانية كما كتشوفوا راه يغلى يعني داك الماء كيمشي منه. ومن بعد غادي نوريكم الشكل ديالو. ها هو الشكل ديالو ولا عاقد. راني زدتو فوق الطبقه الثانيه هذا الشكل. غادي نوزعوه بشكل دائري متوازن دائما فوق الكيكه او التحليه، وغادي ندخلوه الفرن ماشي الفرن استسمح ندخلوه الثلاجه يبرد شحال ما برد شحال ما مزيان. يعني بحال الا درناه الصباح نخليوه حتى العشيه، ولا درنا العشيه نخليوه هكا المهم واحد 5 السوايع ولا 4 حتى يكشرات مزيان. هنا زينته بالفريز كما كتشوفوا معايا هنا في الوسط، يعني كتجي رائعة في المذاق وحتى في الشكل كذلك. غادي ندخل هذوك الثلاجة حتى تبرد، غادي نوريكم الشكل ديالها من بعد ما نقطعوها. هاي الطرطة ديالنا ولا الكيكة تاعنا من بعد ما بردات مزيان وولات متماسكة. غادي نحيد داك الجوانب تاع المول. ها هو شكلها النهائي، يعني تجي زوينه وحتى شكلها يجي رائع وحتى المذاق بالفريز كتجي رائعه بالمذاق مع 3 الطبقات متوازنه والمذاق رائع فيهم، كيجيو جد مناسبين في المذاق بعضهم بعض مع الشوكولات الطبقة الثانية كذلك تاع الكريم باتيسيون والنشا. غادي نقطعكم نوريكم الطبقات اللي كيجيو في الوسط، يعني شكلهم كيجي جد شهي، يجيو هاك في الوسط 3 طبقات باينين. يعني عزيزة على الكبار والصغار يعني جربوها ما غاديش تستغناو عليها كما دائما. هو الشكل ديالها في الوسط الداخل، يعني كيجيو 3 الطبقات هكا كيجيو باينين ويجيو رائعين حتى في المذاق ديالهم يجي جد رائع. نتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، يعني وصفة رائعة وتحلية باردة بدون فرن بدون أي تعب، وكتوجد في وقت وجيز كذلك. ونستنى لي جيم ولي كومونتيغ ديالكم اللي كتشجعوني بيهم.
نعطوني استمرارية أكثر. قناة وما تنساوش لي لايك لي جيم و لي كومونتير الرائعين. بارطاجيو لي فيديو على الحباب ديالكم وصحاباتكم الى عجبكم الفيديو، وسواء اخر ان شاء الله. الى اللقاء، اترككم في رعاية الله وحفظه.